وعندك الناس منورين الدنيا مع اليمين والصلاح. العبوا بقى بقول لك أمرني يا حبيبي. معلش كنت عايز اسال على واحد ساكن قريب من هنا. انت جيت للراجل الصح، اسال زي ما انت عايز، انا عارف كل الناس اللي هنا. عايز مين؟ ماشي يا عم جوجل. كنت عايز اسال على واحد اسمه نور محمد احمد فالنتينو. نور ايه؟ نور محمد احمد فالنتينو. ايه اللي بيضحك في كده وانا بقول لك مره واحد نور؟ انت متاكد ان هو اسمه نور محمد احمد فالنتينو؟ ايوه متاكد. ايه الغريب في كده؟ يعني انت بقى قريبه ولا عايزه في بيز بيز؟ بيز بيز. انا في بيني وبينه بيز بيز. طب تعالى معايا. على فين؟ هوديك لحد نور محمد احمد فالنتينو ده، جنبنا في حاره الخرنفش. حاره ايه؟ الخرنفش. انت مش من مصر؟ وادي يا نصر، خلي بالك من القهوه عبال ما اروح مشوار رفاعي مع الاستاذ. اتبعني. اقفل يا ناصر، احنا مطولين. اهلا وسهلا يا بشويه، نورت الخرنفش تما. هو استاذ نور ساكن هنا؟ استاذ نور ساكن هنا؟ استاذ نور اهو. يا استاذ نور. المعشوم معشوم، المعشوم معشوم. مين ده؟ ده بقى الاستاذ نور محمد احمد فالنتينو. لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله. هو في الحالة دي بقاله كتير ولا دي حالة جديدة عليه؟ أنا من ساعة ما اشتغلت في القهوة وأنا عيل صغير هو كده، يعني من يجي 25 سنة. المعشوم معشوم، تحية ماتت وسامية ماتت. تحية مين وسامية مين اللي بيتكلم عنهم دول؟ تحية كاريوكا وسامية جمال. تحية كاريوكا وسامية جمال؟ وده إيه علاقته بيهم؟ ما ده كان زمان طبال متصيد وكان شغال معاهم. انا عايز اعرف بقى انت مين وعايز ايه من نور؟ انا مدير اعمال الفنانه نجوى فؤاد، وكبعتني اطمن على صحته والحمد لله هو كويس. المعصوم معصوم يا ابن المجنون. المعصوم معصوم، المعصوم معصوم. مكذوب؟ لا، وكان بيطبل زمان لساميه جمال وتحيا كاريوكا. طبال كمان. طب اتنايل يطلع اللي بعده. طبعا هتيجي معايا المره دي يا خالي، ولا هتقول لي ريقك ناشف تاني؟ لا انا اصلي يزر الفخفخينه عمليه الحموضه، نزلني عند اول صيدليه اخد حقنه فوار ضد الفخفخينه لحد ما ترجع لي. حقنه فوار؟ هو الفوار دلوقتي بيدوه في حقن يا خالي؟ بتسوق وانت ساكت.